قال وزير خارجية النظام التركي حقان فيدان إنه يجب مناقشة وضع المعارضة السورية ومصير المناطق التي تسيطر عليها وفقا لقرارات الأمم المتحدة. بشكل شبه يومي تخرج تصريحات تركية تتعلق بالدرجات الأولى بمسار التطبيع مع دمشق، لكن دون التطرق لمسألة إنهاء احتلال الأراضي السورية التي وضعتها الحكومة السورية شرطاً لا بد منه للمضي قدماً في هذا المسار، وسط تسريبات إعلامية تحدثت عن لقاء قريب بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب أردوغان. أحدث هذه التصريحات جاءت من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عندما أشار إلى مصير ما تسمى المعارضة السورية التي قال إن مناقشة وضعها ومصير المناطق التي تسيطر عليها سيكون وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. وركز فيدان خلال تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية على ثلاث نقاط قال إنه يجب مناقشتها وحلها مع الحكومة السورية، هي كما وصفها أمن الحدود ومحاربة الإرهاب وعودة اللاجئين بشكل آمن. وتشير جملة معطيات حصلت في غضون الأسبوعين الماضيين إلى أن أنقرة ودمشق دخلتا في مرحلة جديدة ومختلفة عن السابق بعد تقارير رجحت عقد لقاءات ثنائية في بغداد أو موسكو، لكن حتى الآن لا يوجد مكان أو موعد محدد بهذا الشأن وفق تصريحات مسؤولين روس. وجاء ذلك بعدما أبدى أردوغان نيته لقاء الأسد في أعقاب تخفيف الأخير للهجته مرتين، الأولى خلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف في دمشق، والثانية أمام الصحفيين بعدما تتالت الدعوات التي وجهها له رئيس النظام التركي، لكن مراقبين يقولون إن هناك ضغوطاً روسية على دمشق بهذا الشأن، هي من تدفع الأسد لتغيير لهجته مقابل ضغوط تمارسها إيران هي الأخرى، قد لا تتطابق مع توجهات روسيا على طول الخط. ينضم إلينا من أنقرة سيد عبد المجيد باحث وصحفي ومتخصص بالشؤون التركية. أهلا بك أستاذ عبد المجيد. إذن وزير خارجية النظام التركي يقول بأن مصير ما تسمى المعارضة السورية والمناطق التي تسيطر عليها يجب مناقشته وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ماذا يعني بذلك؟ أولا مساء الخير على حضرتك والتحية للسادة والساجات المشاهدين والمشاهدات. طبعا هو اللي قاله وزير الخارجية التركي اللي هو هاكان فيدان في حوار خاص لشبكة سكاي نيوز عربية، هو ترجيج لكلامك قال قبل كده، بمعنى انه لو احنا بصينا حوالين اللي هي القرارات الشرعيه الدوليه اللي هي قرارات مجلس الامن بصدد اللي هو الحاله السوريه، طبعا التركيز على المعارضه وانه المعارضه لها مكانها في مرحله ما بعد بشار الاسد اذا كان هناك في مرحله، تمام؟ جاء الكلام اللي هو كان وكمل اقراره من قبل روسيا ومن قبل الاعضاء الجائمين في الامم المتحده، لكن حتى هذه اللحظه لم يفعل اي قرار. وبالتالي تاسيسا على ده نسال السؤال، اين هي المعارضه السوريه؟ يعني المعارضه السوريه اللي كسبت زخم خاص من 2011 و12 و13 لحد 2016 و17، نيجي السؤال دلوقتي هي فين دلوقتي؟ أولا انقسامات ما بعدها انقسامات كنوع كشرزم المعارضة بين ولاءات إقليمية مختلفة، وكانت في النتيجة وصلت إلى مرحلة الإيه؟ مرحلة صفرية. وهو جاء اللي بيؤكد على إنه جاء إجر طبعا الثقة السياسي للرئيس بشار الأسد ولحكمه في دمشق مدعوما طبعا من روسيا ومن جانب أساسي ومن إيران من جانب آخر وإن كان أقل أهمية. وبالتالي إن هو لما بيكره هذا السؤال هو يعلم جيدا إن المعارضة السورية لم تعد بذاك الزخم اللي كانت موجودة في السنوات اللي هي الخمسة أو الستة اللي كانت المظاهرات وقذارات الغضب ضد حزب البعث السوري واللي بيقوده بشار الأسد ضد النظام السوري يعني إجمالا. ومن ثم إنه إن النهاردة إن النهاردة وجاء على فكرة نوع من الكنازل،
يعني هو تركيا اوريدي خف هذه جيجيها عن النقطة أود أن أسأل عنها، هي هل إذن يعتبر ذلك أنه النظام التركي تخلى عن دعم المعارضة؟ بالدرجة الأولى نتحدث سياسيا عندما يقول أن هذا الملف هو بيد أو تابع لقرارات الأمم المتحدة. بالظبط يا بيه. يعني جاء اول حاجه انه المساله ان هو الكلام من بهذا النوع، رغم ان هو كلام مش جديد واتقال قبل كده على لسان ازيد من مسؤول تركي بالمناسبه في خلال الشهور اللي فاتت، مع كان محاك القصر الرئاسي ومع كصحاك القصر الرئاسي برغبتكم في قرية صفحة الخلاف مع سوريا وعرض العلاقات مع سوريا واللقاءات محكمة مع الرئيس السوري بشار الأسد، إلى كل ده كان بيتقال هذا الكلام، لكن كان بوضوح اللي هو قاله امبارح هاكان فينان، ده معناه في المحصلة النهائية إنه سوريا إن تركيا رفعت إيديها عن هذه المعارضة اللي هي بابائية، هي عمليا ما بقتش موجودة، يعني أو على الأقل زخمها ضعف، وزي ما قلت لحضرتك إنه يقلل على جاي إيه؟ يقلل على جاي هو إن عوجة النفوذ مرة تانية بشكل تدريجي للحكم في قلب دمشق، مدعومة زي ما قلت لحضرتك من روسيا ومن إيران، وجيب إلى ذلك الدول العربية النافذة، وأنا أقصد هنا الإمارات والسعودية ومصر طبعا كان في يعني تواصل بين الرئاسه المصريه والرئاسه السوريه. نيجي بقى على النقطه المفصليه اللي هو لم يشر ليها هاكان فينان، وهو هي قوات سوريا الديمقراطيه، هو ده العامل الحاسم في هذا الموضوع، لان قوات سوريا الديمقراطيه هي اكثر نفوذا واكثر ثقلا وليها يعني مكانه ووجع وليها يد لا يمكن تجاهلها باي حال من الاحوال في اي مرحله لسوريا، سواء مرحله تسويه سياسيه، وروسيا تعلم ذلك وايران تعلم ذلك وتركيا تعلم ذلك. وجل الكفاءه جل بيحصل بقى ان هو سوريا و يعني دمشق وانقره متفقين على انه لا شروط مسبقه، يعني دلوقتي الكلام اللي قاله هاكان فينان فعلا انه لحد هذه اللحظه ليس هناك شرط مسبق لكي يعقد اللقاء بين الرئيس بشار الاسد وبين الرئيس الكرد رجب كاب اردوغان. طبعا ده كلام بالمثل وكان في شروط بالفعل، لكن هو الجديد انه دمشق بدات تتخلى عن هذه الشروط. وانا اتوقع انه لقاء ممكن يحدث في الاسابيع القليله القادمه بين اردوغان وبين بشار الاسد على هذه الارضيه اللي مهج ليها هاكان فينان في كصحافه سكاي نيوز. طيب اللي بيصرع جاي بيه يا استاذ الفاضل، اللي بيصرع جاي هو الموقف من قوات سوريا الديمقراطيه، وليه؟ لان قوات سوريا الديمقراطيه مجرومه زي ما سبق وقلت في على هذه المنصه وعلى هذه الشبكه، مجرومه امريكيا بشكل اساسي واوروبيا بشكل بدرجه اقل، لكن مدعومه من فرنسا على سبيل المثال للحصر. وهنا هيبقى المواجهه هي مواجهه سوريا الديمقراطيه، يعني مواجهه دمشق بالاكفاء مع انقره في مواجهه العدو. اذا يمكن القول ان اليوم قوات سوريا الديمقراطيه او مشروع الاداره الذاتيه السياسي هو الرقم الصعب في اي تقارب تركي سوري في المعادله التي يتم رسمها. هو رقم صعب، رقم صعب، بس هو رقم صعب من زاويه ايه؟ من زاويه مواجهه هذه القوات، يعني ان سوريا وتركيا تعاونانا معا تمام في مواجهه قوات سوريا الديمقراطيه بغطاء او برعايه روسيه وبرعايه ايرانيه بشكل او باخر، ليه؟ نكايه او ككل جه في مواجهه مين؟ الولايات المتحده الامريكيه. وهو ده النقطة الأساسية. في نقطة مهمة أوي أحب أشير إليها، هو إنه قمة حلف الناتو اللي انعقدت في بين 9 و11 يوليو في العاصمة الأمريكية واشنطن، واللي حضرها طبعا الرئيس رجب طيب أردوغان. لو أنت بصيت حضرتك على القمة وعلى مشاركة أردوغان هتلاقي إنه كان هناك تجاهل غربي مجمل في المجمل
وبالولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص لأردوغان. السبب هو السبب بشكل أساسي، هو في جملة أسباب طبعا، غزة وتصعيد مع إسرائيل إلى آخره، لكن من ناحية تانية هو التقارب المحتمل أو اللقاء المحتمل اللي هيتم بين بشار الأسد وبين أردوغان. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا جميعا، الاتحاد الأوروبي وواشنطن اساسا لا من لحد هذه اللحظه سحبوا اعترافهم بشرعيه الاسد على حكم سوريا، تمام؟ فلما يجي هو عضو في الناتو يخالف كل ده ويعمل ويبدا يعمل لقاءات مع سوريا، وبيخالف توجهات الناتو وبيخالف توجهات الاتحاد الاوروبي اللي بيسعى ان يكون عضو فيه. طيب لكل استاذ عبد المجيد، عفوا المقاطعه، يعني الحقان فيدان يقول انه يجب مناقشه ملف المعارضه والمناطق وبحسب قرارات الامم المتحده، وقبل يومين او ثلاثه تحدث الروس وقالوا ان هذا المسار، مسار التطبيع، هو ضمن يعني ضمن اطار اسيتانا. هل هناك موقفين متناقضين ام عدم نضوج الروسي والتركي حول وجهه يعني واحده دبلوماسيه؟ هو طبعا هو في تباينات في وجهات النظر، لكن برضه هنرجع للاساس. يعني مثلا على سبيل المثال من القرارات ذات الصله اللي هي كمل التوافق عليها في مجلس الامن، هو وجع جسكور جيج لسوريا ولم يحدث هكذا. وكم هذه الاجتماعات اللي عملها المبعوث الاممي لسوريا على مدار السنوات الماضيه ولم يحدث نتيجه. نفس الحكايه بالنسبه لمستقبل المعارضه ومشاركتها في صنع القرار في سوريا، في سوريا في مرحله ما بعد الاسد، تمام؟ الحركة الكسوة وفقا لقرارات الأمم المتحدة لم تنفذ حتى هذه اللحظة، وتحصل اجتماعات بما فيها أسكانة. ما هو أسكانة كان في النهاية هو بيجار روسيا إيرانيا بشكل أو بآخر، طبعا روسيا بشكل أساسي وإيران، إنما روسيا بالأساس هو وجهك هي اللي هي في كتصدر هذه المسألة، وهي اللي بتعطل تنفيذ قرارات اللي هي الأمم المتحدة اللي هي وافق عليها بالمناسبة، تمام؟ ليه؟ لأنه جاب يجي في إيقاف إيه؟ في إيقاف صراع روسيا مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وعلى خلفيه الحرب الاوكرانيه من ناحيه، ووقوف الغرب بصف واحد ضد موسكو، والنتيجه انه الملف السوري اللي هي مسيطره عليه روسيا اللي متحكمه فيه، وكل القرارات الشرعيه الدوليه لم تنفذ، وفي ظني لن تجد طريقه للتنفيذ خلال المرحله المقبله. واللقاء المحتمل بين بشار الاسد وبين وزيره اردوغان، تمام، جاء محكوم طبعا بالجغوط الروسيه. ممكن روسيا في اخر لحظه تبقى هذا الاجتماع على ايه؟ على اساس ما سيقدمه اردوغان للكرملين. وسبق وان انا قلت قبل كده انه التشجج السوري او المرونه السوريه، يعني مره الاسد يتشجج ثم يبقي بعض المرونه، جاء برضه نتيجه ايه؟ الجغوط الروسيه على بشار الاسد، انه يتشجج يبقي بعض المرونه. وهنا نسال عن دور ايران، لأن هناك من يقول أن إيران تعارض أو تريد الوصول للتطبيع بين أنقرة ودمشق، لكن بحسب مصالحها وليست مصلحة سوريا. هنا دور إيران هل هو معرقل أم ييسر؟ أستاذ الفاضل، هو لازم نعترف أنه إيران لم تعد هي، أو مكانك إيران لم تعد إن هي نفسها مقارنة كان بالسنوات الماضية. يعني إيران من سنة أو من سنة ونص كحقيقة لحد دلوقتي، والواقع ده مرشح للزيادة، يعني إنه الجزء الإيراني بيتجاهل في سوريا، وطبعا مش بيتجاهل من قبل أجهزة كان لا بيتجاهل من نتيجة توجهات سوريا من داخل حقوق من داخل الحكم من داخل سوريا اللي بيقودها بشار الأسد. يعني هو طبعا لا يمكن تفصله عن علاقات سوريا بين وروسيا.
فبالتالي إيران هنا نفوذها بيتآكل على خلفية طبعا الاسكياج اللي حصل من المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية لعدد من قادة الحرس الثوري في قلب سوريا، تمام، طيب دي نقط مهمة. وعشان كده جاب مرأة بيخلي سوريا إن هي بتاخد مواقف بناء على تعليمات من موسكو وقرارات من موسكو، إن هي تحاول تلاقي حل في المسألة دي. وبالتالي وهي والكلام ده بقى معلن، وإيران سحبت العديد من خبرائها ومستشاريها نعم من دمشق للسبب ده. فهنا ايران انا في ظن في الجزئيه دي دورها دقيق، انما الجزء الاساسي هو في الدور الروسي. المساله الجزء الروسي نعم بالضبط. أشكرك جزيل الشكر من أنقرة، سيد عبد المجيد باحث وصحفي ومتخصص بالشؤون التركية.